الاضافات دي جامد في موضوع اللائحه، في موضوع ان احنا نرسم مستقبل النادي بشكل يليق بالنادي الاهلي، يليق بمكانه النادي الاهلي. ومش احنا بنتكلم احنا كمجلس، لا احنا كنادي اهلي كله شارك في الموضوع ده، اعضاء الجمعيه العموميه كلهم شاركوا، اطياف مجتمع بمختلف الفئات شاركوا، والحمد لله في النهايه ده صب في مصلحه النادي الاهلي. وكفايه يعني القوه اللي الناس جت بيها النهارده ونزلت بيها في يوم صعب وجو حر، وبنشكرهم جدا جدا، وهو ده اللي احنا بنعهده دايما في جمعيه العموميه النادي الاهلي. فرحه، خليك معايا، فرحه 4x4، الحمد لله فرحه كبيره، وبجد تاكيد لقوه النادي الاهلي باولاده. ما حدش كان عنده شك، الحمد لله احنا واثقين في جمعيه العموميه، واثقين في الجمهور، فما كانش في شك. بنشتغل وما بنلتفتش لاي حاجه، وواثقين الحمد لله في جمعيه العموميه. واعتقد النهارده الحمد لله كان الرساله واضحه، كل في ظهر النادي الاهلي. التلاحم والتسابق والصراع من اجل انك تحط بصمتك النهارده واضح على كل عيون الناس. طبعا الحمد لله، كل اديك شايف الروح الجميله للاداره التنفيذيه ومجلس الاداره والجمعيه. الحمد لله يوم تاريخي، يوم تاريخ. لسه بكمل معاك يا شنوده، ركز معايا استاذ محمد، انا مبسوط. ربنا يخليك، الحمد لله كلنا مبسوطين. يعني اديك شايف الشباب اهو عاملين ازاي، وحاجه يعني خالقين حاله جميله جدا في النادي. ده ما كانش يمكن متواجد بقوه قبل كده، بس الحمد لله هم دلوقتي متواجدين وليهم دور وبيشتغلوا بدون زي ما الكابتن بدون اي مقابل، بدون اي حاجه، حبا في النادي الاهلي. بيتعبوا وبيشتغلوا من قلبهم، وهو ده ان شاء الله المستقبل بتاع النادي. قناه الاهلي النهارده كانت بتعكس كل الصوره لحظه بلحظه. قناه الاهلي النهارده بصراحه عملت، يعني بنحب نشكرها بصراحه. انا عايز اشكر القناه لانه احنا شغالين مش النهارده بس، ده شغال على الموضوع من اكتر من شهر، شغاله بشكل مكثف بتوعيه لكل الناس ايه هي اللائحه، عباره عن ايه، برامج اتعملت مستوى عالي، حاله بتتغطى، الاعضاء بيشاركوا ازاي، المقترحات بتيجي ازاي. النهارده كان يوم مكثف، انتوا بصراحه مشكورين كلكم، يعني انا بشكركم جدا على تعبكم وعلى مجهودكم، ويعني هو ده اللي بيليق بالنادي الاهلي. كلمه اخيره، كلمه اخيره ان شاء الله هقول ان احنا دايما نكون عند ثقه الجمعيه العموميه وعند ثقه جماهير الاهلي، وان شاء الله عمرنا ما نخذلهم ابدا. اشكرك. كلمه اخيره، اخر كلمه هتقولها النهارده لشاشه النادي الاهلي والجماهير والمتابعين والجمعيه العموميه والناس اللي جت وزحفت منذ الصباح البدري. خليكم في ظهر النادي الاهلي واللي جاي احسن ان شاء الله. اشكرك حبيبي. اشكرك. اكيد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في سعاده كبيره، واحنا تيم ورك فريق قناه النادي الاهلي كلهم في سعاده كبيره. يمكن استاذ محمد الجندي لحظه فارقه في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي النهارده بيضع دستوره بيد اولاده. اكيد شيء مختلف شايفينه على شاشه عريضه وكبيره، شاشه النادي الاهلي. لك الكلمه زميل عزيز محمد الجندي. ولك